السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك تفضل. كيف حالك؟ معك عارف الشمري من السعودية. عارف الشمري تفضل حياك الله. أنا عندي أسئلة، يقول لك في أكثر من مرجع من الشيعة اللي أجازوا بتحريف القرآن. أنا ما أدري الشيخ عنده تقية يعني إلى الآن، أو يقول لا القرآن محرف، ومستعد أقرأ لك يعني عن الفيضل كشاني. الحين أنت الحين المحاضرة ساعة وخمسة وأربعين دقيقة تقريبا، ما سمعت أنه كان موضوع الحلقة عائشة؟ أنت ما عندكم إلا عائشة، ما في غير عائشة، أتحداكم بالقرآن الكريم، أتحداكم أثبتكم من القرآن. زين إن شاء الله لما نتكلم عن القرآن اسألنا، أنا ما عندي وقت شيخنا، نبدأ بإجابة الأسئلة. إن شاء الله كل المؤمنين يلتزمون به ويصيحون. نعم أحسن سمعت الشيخ. السؤال هذا البكري، شيخنا هذا البكري يمكن اتصل علي يمكن ست سبع مرات ونفس السؤال يعيده. نفس السؤال اللي هو لماذا هل الشيخ تعيشون في تقية وكتبكم تضج بتحريف القرآن؟ كنا توجهنا أكثر من مرة إلى موقع القطرة. بس شنو اسمه؟ عارف الشمري. يا عارف الشمري، يعني أنت من كل عقلك تتكلم، يعني أنت مع من تتكلم؟ أنت تتكلم وياي أنا، وأنت تعرف والحمد لله حتى مشايخكم يشهدون يقولون ياسر الحبيب هذا الوحيد ما يسوي تقية، هذا واضح. أنا ما أسوي تقية زين، فصدق لو كنا نعتقد بتحريف القرآن كنت أقولها بوجهك، لا تخاف، يعني ما أخاف منك، مثل ما أقول بوجهك أنه عائشة فاجرة، عمر أيضا كافر منافق زنديق، أبو بكر وعثمان أنجس خلق الله، أنا ما مخلي شيء، أكو شيء بعد كل الخطوط الحمراء اجتستها، فليش يعني أنا متوقف يم تحريف القرآن؟ يعني خايف منك حتى أتقي منك؟ أنا ما أتقي من البكرين بحمد الله تعالى، ما أتقي. فلازم تعرف وعلماؤك وقصاصوك يشهدون لي، يعني دعاتكم أنتم يشهدون لي، يقولون هذا ياسر الحبيب، ترى لا تصدقون الباجين اللي يقولون أنه لا إحنا نحترم أم المؤمنين، هذول يسوون تقية، لا تصدقون الباقين هؤلاء يسوون تقية، ترى صدقوا هذا الوحيد اللي اسمه ياسر الحبيب، خلافه بين خلاف بينهم أنه هذا ما يسوي تقية، مو هالشكل؟ فخلص بعد ليش تجي تكذبني يا أخي؟ ما نعتقد بتحريف القرآن، ما نعتقد، لو كنا نعتقد كنت قلتها في وجهك، لا تخاف أو لا تخشى لا تقلق يعني. وبعدين في المستقبل إن شاء الله تعالى لعلنا نتطرق إلى هذه المسألة بالتفصيل، وأبين لك أنه أم تحريف القرآن عائشة بنت أبي بكر، أم تحريف القرآن أصلاً، عائشة هي التي فتحت باب الشك في سلامة القرآن الحكيم من التحريف، الشك في سلامة القرآن حقيقة، عائشة وصخلت عائشة هي المشكلة، كانت هاي الصخلة مالتها، ماكو اللي إجت الداجن اجت اكلت شنو؟ ايات رضاع الكبير. وسياتي ان شاء الله سياتي ربما حتى في هذه الليالي ربما شويه نعرج على هذا الموضوع، اعتقاد عائشه في القران، اعتقاد عائشه في القران، القران محرف كان من مصادر اهل الخلاف ترى. فد مره جابت جماعه، اجيب له هذا الاخ عارف اسمه، اجيب له هاي الروايه، بس يا ويله اذا ما تشيع، إذا ما تشيعت أدعو عليك أن الله يحشرك مع عائشة، تروح بجهنم ترى أقول لك، لأنه اعتقاد تحريف القرآن شرك، دير بالك، كفر، دير بالك. فجابت جماعة من الكتاب قالت لهم أنا أملي عليكم القرآن، أو لا انتسخوا لي القرآن، فإذا وصلتم إلى هذا الموضع، إذا وصلتم إلى هذا الموضع وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هناك امسكوا، زين؟ هناك امسكوا، أنا راح أمليكم الآية الحقيقية كيف نزلت. فهذولا وقفوا، هذه إجت بس قالت بس قالوا لها شيء، قالت أضيفوا إلها وصلاة العصر، هكذا نزلت، هذه هالشكل نزلت من النبي، النساخ أسقطوها، أنا مصحفي لازم يكون تمام. فعائشة هي التي تدعي وقوع التحريف والنقصان في كتاب الله عز وجل، والروايات عنها في مجموعها وفي موضوعها هذا متواترة أصلاً، اعلم حتى فوق الاستفاضة، الروايات المروية عن عائشة في شأن تحريف ونقصان القرآن الحكيم متواترة معناً، وهذا إن شاء الله تعالى نتكفل بإثباته فيما بعد.
أما تقية فلا يا أخي، إحنا من زمان تركنا التقية الحمد لله.